السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد السيدة كان الاسم ديالها عيشة، أو لا عيشة، عيشة غير بوحدها واحد الدار، هي ولدها ما مزوج ما والو، في عمره هذيك 25 عام بحال ما هكاك. ولكن هذا ولد الاسم ديالو خالد كان شوية ماشي تليه، كان عقله متأخر، كلشي الناس وهي نيت عارفاه بأنه عنده واحد تأخر عقلي، ولكن ما كيبانش إلى بالك الوهلة الأولى، ما كيبانش بأنه ماشي تليه، إنسان عادي خدام عادي مزيان. هاد الليلة عايشة هادي كانت مزوجة ودابا أرملة ميت لها الراجل. هاد المرة هادي راجلها كان بحري، كان خدام في البحر، بحكم ان المدينه ساكنين فيها او المنطقه ساكنين فيها جات على مقربه من البحر، كانت عنده واحد الفلوكه وكان كيدخل البحر كيصيد وهكذا كان كيجيب الرزق ديالو. من بعد ما مات خلى الفلوكه ديالو الوحيده لولدو، ولدو كان تعلم هادشي ديال الصيد في البحر، يعني كان كيديه معاه هو صغير، يعني تعلم هاد الحرفه هادي. ولدو ما كان عنده مع حتى شي واحد، ملي مات بواه خذ الحرفه ديال بواه، خذ الفلوكه ولا كيمشي في العشيه للبحر، يدخل للبحر يجيب داكشي اللي قسم الله يبيعو في المرسى ويجي لدارهم ينعس. هادشي اللي كاين، ما عنده مع مخالطه، ما عنده مع اصدقاء، ما عنده مع حتى شي حاجه، تامن الفلوكه ديال الوالد ديالو الله يرحمه اللي دابا هو كيشتغل عليها، كيمشي فيها بوحدو، كيدخل البحر بوحدو، كلشي كيديرو راسو، ما عنده مع حتى شي واحد، اصلا هو ساد على كلشي. كيما قلنا السيد كان شويه ماشي تليه وكلشي عارف في هاد القضيه بانه انسان عنده الله يستر يعني واحد تاخر عقلي مزيان. هنا هاد لالا عيشه هادي كانت امراه صارمه، كانت واحد المراه هي قاطعه وعندها مع داكشي ديال الحشومه وكتعرف العيب وتعرف الاداب وتعرف كلشي، ولكن هي امراه صارمه. هاد عيشه هادي كان والديها لاباس عليهم، عند خوتها وخواتاتها وناس يعني كبارين عليها، شي وحدين صغارين عليها، المهم عائلتها كبيرة. بوها ملي مات خلى بزاف الأراضي وبزاف الممتلكات، كان خوها هو اللي شاد داكشي كامل، هما خوها الكبير، هما ما بغوش يقسمو في الأول داكشي كامل، علاش؟ قالوا إلا قسمناه يعني ما يجيش بزاف للواحد، أو لو خا يجي بزاف المهم القضية غتفرتك وما نبقاوش عائلة فلان اللي كان كيضرب بها المثال. قرروا انهم يخليوا داكشي كامل مجموع، وهذاك الاخ الكبير ديالهم هو اللي كان كيقابل داكشي، وفي الاخر العام يعني من محاصيل من فلوس من غلة يعني كيقسمها على خوته بما يرضي الله. ولو انه شي اخوة منهم كانوا باغين الارض تقسم وتباع وكل واحد ياخذ نصيبه باش ياخذوا الفلوس لانهم محتاجينها، ولكن هما هذاك الاخ الكبير والشعرين اخرين ومنهم الدلالة عيشة ما كانش الامور باغا تمشي بحال ما هكا، كانت باغي الامور تبقى مشروكه بحال ما هكا مزيان. هنايا هذيك اوراق الملكيه كانت عند الاخ الكبير، ولكن الاخ الكبير كان مرض بزاف وشد الفلاش وعيا وكذا، مبقاش قادر على المسؤوليه وما باغيش الارض تقسم. اشنو دار؟ شد هذوك الاوراق ديال الملكيه، لانه اللي كانت هذوك الاوراق ديال الملكيه الارض غتباع، شدهم اعطاهم للعيشه، قال لها شوفي اختي صوني عندك هادو، خزني من عندك، تا واحد ما يقرب ليهم لان الارض ما بغيناش تفرق، خليها تمشي بحال ما هكا. قالت لي واخا خويا صافي. هي هذيك خدات هذوك الوريقات تاع اوراق الملكيه واحتفظات بيهم مزيان. هنا كما بغيت نقول لكم راه كاين واحد النزاع وخلاف ما بينها وبين خوتها على الورث، على الارض، كاين اللي باغا تقسم كاين اللي ما باغاش تقسم، وهما شادين ليهم هاد الاوراق الملكيه، يعني هاد لالا عيشه وخوها اللي دابا يعني شادين اوراق الملكيه باش الارض ما تبيعش مزيان. هذه فهمناها. هاد لالا عيشه كما قلنا عيشه غير بوحدها، عيشه غير بوحدها في ديك الدار، ولدها تقريبا معيش معها، مره يطلع عندها الدار لانها كانت الدار من تحت الفوق، ولكن كيدخل ليها باب واحد ديال الزنقه، مره ينعس لتحت، مره ينعس في الدار الفوق، مره ياكل معاه، مره ياكل راسو، مره تشوفو يجي، مره ما يجيش، المهم حياتهم بحال ما هكا.
هاد الليلة العيشة هادي، واحد نهار من نهارات غتتلاقى بواحد السيد الاسم ديالو المختار. هاد المختار كان صغار منها، هو كينتمي لواحد العائلة اللي هي فقيرة ما فحال مشي. هاد المختار غتزوج بيه، غتقرر واحد النهار انها تزوج بيه. بزاف تاع الناس عيبوا عليها، كيفاش هاد المرأة هادي مزوجة بالسيد صغار منها؟ اكيد هاد المختار هذا طعم عليها في الرزق ديالها، هاديك الدار وممتلكات ديولها وديول والديها الله يرحمهم. هنا يعني ليلة عيشة بحكم انها كانت صارمة، امرأة قوية ومسيطرة، زواجهم مطولش بزاف، تقريبا واحد العام ما بينها وبين هاد المختار هذا طلقوا، كل واحد راح لحال سبيل ديالو. هنا يعني نقولوا الابن ديالها، الابن ديالها مسوقوش، تزوج دبر راسها، هو هاديك امه كتعرف اشنو كدير. خوتها نصحوها باش متزوجش بهاديك السيد اللي كان صغر منها، واكيد غير طعم عليها في رزقها، ولكن هي مبغاتش، وفي نهاية المطاف راه طلقوا مع بعضياتهم. مزيان، هنا هاد الليلة عيشة كيما قولنا كانت عيشة غير بوحدها، شكون اللي كيهتم بيها ويراعيها ويخمل الدار وكذا كذا؟ وخير باقة صحيحة، يعني باقة كتحرك وتمشي وتجي، هادي الأمور عندها. كانت عندها واحد ختها، هاد الليلة عيشة عندها واحد ختها، عندها بنتها، يعني بنت خنت الليلة عيشة، سميتها عالية. هاد عالية باقة شابة، هاد عالية ما كانت كدير شي حاجة، مريحة غير في الدار، ما مزوجة، ما كتقرا، ما خدامة، ما والو. هنا خدت لالا عيشة، خدت صغار منها، قالت لبنتها عالية، قالت لي شوف بنتي عالية الله يرضي عليك، عودي سيري عند خالتك، المهم سيري عندها، انتي اصلا ما كديري والو، ما ديري والو، سيري عندها، خملي ليها، شقاي ليها، طيبي ليها، اي حاجة بغات، هاديك راه خالتك في المقام ديال الام ديالك، بما انتي باقي ما تزوجتي ما والو، سيري عندها، وراه هي اللي غدور معاك، مرة تدور معاك ماشي مشكل، هاديك راه بحال الوالي ديالك. قالت صافي، ولات كتجي عندها، ولات غير تفيق تفطر كتجي عندها من جوه ديك 10 11 بحال ما كان، كتبقى عندها النهار كامل، يعني تخمل ليها، تصبر ليها، تشوف شي حاجة خاصها، كتمشي في العشية مع جوه ديك 5 6 بحال ما كان، كتمشي في حالاتها صافي بحال ما كان. تقريبا شحال من شهر وهي لال الحال العالية مع خالتها لال عيشة. مزيان، هاد العالية هادي ما نقولوش بأنها راه كانت مرتاحة في الدار تاع خالتها، خالتها لالا عيشة كيما قلنا كانت مرأة صارمة قوية وكتسيطر، ومهم حضرة بزاف، ومهم ما كتهنيهاش، يعني كتأمرها بزاف وكتدور فيها وكذا، ولكن الأم ديال العالية يعني أختها لالا عيشة كتقولها غير صبري وصافي، نصبروا لها وصافي، ديك راه بحال الوالي ديالك، ما كانش كدي عليها للعالية للأم ديال العالية. لحتى واحد النهار هاد العالية هادي جات مع الصباح، جات مع جوه هاد 10 10 الله ربع بحال هكاك، جات عادي كيما كتجي يوميا عند خالتها لالا عيشة، وتصاوب ليها أي حاجة بغاتها، وتشقى ليها وتسخر ليها وتعاونها، كدق 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 ما عندهاش تاروت، هي غدق علاش؟ لأن كيما قلنا هاد لالا عيشة هادي راه كانت مرا قوية وصارمة وكدير أي حاجة بيدها، السالو ديال الدار ديالها ما كيكون عند تا شي واحد، هي اللي كدير كلشي براسها، لدرجة أن تولها ما عندوش ساروت، كيجي كيدق وهي اللي كتفتح ليه، وبالتالي تا الخدامة وأي واحد ما يكونش عنده ساروت، كدق هاد العالية هادي كدق 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 بدون مجيب. هما الفاش ليها هي العالية ملي كتجي نورمالمون لالا عيشة كتلقاها فايقة، لأن راكم عارفين يعني مرا كبيرة راه غتفيق صباح بكري، تصلي الفجر، دور هنا، المهم كتكون فايقة، ما كتكونش ناعسة في هاد الوقيتة هادي، هنا تشوشات المرأة، دقات دقات والو. هنا مشات رجعت عند الأم ديالها يعني أخت لالا عيشة، قالت لها ودي راه خالتي كندق عليها ما كتجاوبنيش، قالت لها غير شوفي، قالت لها غير سيري شوفي عاوتاني دقي وحاولي تعيطي وكذا كذا. رجعات عاوتاني العالية، رجعات كتعيط خالتي عيشة كدق كتشوفنا والو بدون مجيب. هنا كان ورا الدار تقريبا واحد شريجم، خاصك تطلع على واحد الدرجة، دارت غير واحد حجرة ولا معرفت شنو، وطلعت فوق منها، طلعت فوق منها هي ديك العالية، وبززت حلات واحد فدريشة تاع الشرجم. هنايا من خلال الكرياج، كان واحد الكرياج ديال الحديد، دخلت يدها وفتحات الشرجم من عمل الفدريش، تشوف من بعيد كاينه خالتها لالا عيشة مريحة، ولكن هي كتشوفها من ظهرها، بانت لها في وضعية الجلوس على واحد الفوتيه كانت تما في الصالون،
بنت لها مريحة وما يمكنش هي مريحة خالتي وما كتجاوبنيش، دقيت سعيد شي حاجة ماشي ليك. هبطات مشات قالتها الأم ديالها، أمها تخلعات بالدور ديالها قالت ما يمكنش أختي مريحة والصالون وما كتجاوبش، كتعيط لها الدرية حتى تعيا وكتدق حتى تعيا وحتى واحد ما كيجاوب ما يمكنش. عيطات على خوتها وخواتاتها وجاو، قالت لي ما نتوما خوتي سيروا شوفوا مع الدرية الدار وهي جات معاهم نيت، قالت لي مي غنمشي. جاو تما الدار كيدقو والو. هنا خوتها شافو تعياو ومشاو على المقدم، المقدم جا قال لي ما وديش نقول لكم هاد ليلة العشاء كنعرفها، ولكن هادشي غريب هذا حيت هما يطلعوا من داك الشريط اليوم وبان ليهم السيدة بحال عاطيهم بالدار بحال مريحة، ما فهموا والو. قالوا هادشي هذا غريب خاصنا ندخلوا للدار. هني خوتها شافو تعياو اقتحموا الدار، اقتحموا هذاك الباب تاع المنزل، يعني فرقعوه ودخلوا. هنا كيطلعوا طلع هذاك الاخ الاولاني خوهم الكبير، كيتبان لي السيده ميته مقتوله ميته، قال لي مرجع السيده راه ميته صافي. رجعهم ومشاو عيطوا للبوليس، المقدم هو اللي مشى يجيب البوليس. البوليس جاو الدار طابي الحال، قالوا لي مودي راه حنا اللي فرقعنا الباب، الباب راه كان مسورت. طلعوا علموا النيابة العامة ملي لقاو جوتا تاع السيدة، جات فرقة الشرطة القضائية، جات فرقة الشرطة العلمية وبداو المعاينات الأولية ديالهم. ليلى عيشة مقتولة، شكون قتلها؟ الله أعلم. مسرح الجريمة كيف كان عامل؟ هذاك الفوتاي اللي شافت هي هذيك العالية وشافوه خوتها من بعد عن طريق الشرجم كان وسط الصالون، هما كانوا شافوها من ظهرها، كانت في وضعية الجلوس، ولكن اللي شفتها من قدام هتشوفها راها ميتة. مزيان هذاك الفوتاي كان ضير وهي هذيك ليلى عايشة في وضعية الجلوس كيما قلنا، وبحال متكية شوية على اليسر لأنها ماتت صافي وتكات واحد شوية، وكانت قدامها واحد الطويبلة. هاد الطويبلة شنو فيها؟ فيها واحد الطبسيل ديال العدس وواحد جوج كيسان ديال الأتاي، كاس عامر من هاد الجهة وكاس فيه تقريبا شي نصف من جهة ديال عيشة الله يرحمها، وكان شي مهم شي قطع تاع الخبز، وكانت واحد المعلقة. المعلقة منزلة حدا أو لجيت الكاس العامر. أش بغي نقول لكم؟ بغي نقول لكم أنه كان شي واحد كياكل في هاد العدس، وكان جوج ناس، هاد عيشة هادي وكاسها راه خاوي تقريبا قرب إخوة من أتاي، كاس داتاي الاخر عامر. ملي عاينو البوليس عرفو بانه اصلا هذا مقرب ليه حتى شي واحد الكاس داتاي هذا، والمعلقه محطوطه على مقربه من الكاس العامر، يعني هذا اللي كان معاها كيشرب اتاي معاها هو اللي كان هاز المعلقه وكيتناول هذا العدس، هو اللي كان كياكل في العدس بالخبز وبالمعلقه ولا معرفتش شنو. المهم لقاو الخبز تما، يعني بغيت نقول لكم انه كان جوج اشخاص. مزيان كيف كيلقاو المراه كيلقاوها مقتولة يعني مخنوقة، أمرات الخنق بادية واضحة للعنق ديالها، شي واحد خنقها من العنق ديالها بواحد الحبل، هاد الحبل هذا كان رقيق بحال شي داك الحبل الرقيق ديال شي سلبة ديال النشير ولا شي حاجة بحال هكاك. وكانت المرأة في وضعية الجلوس وغير لابسة حوايج الدار، حوايج الناس، ما كانت لا خارجة لا والو. هادي باينة أنها فاقت من الناس وريحات مع الشخص هذا، علاش؟ لانه كيما قلنا دوك الحوايج اللي كانت لابسه ديال الناس، وما كانش مغطيه شعرها، ما كانش غير الزيف، شعرها كان فيه الحنه لان عمر الشيب بداو كيبانو اولا شاب راسها، وكدير ليه الحنه ومحنيه يديها ومحنيه رجليها. دخلوا البوليس البيت النعاس ديالها، دخلوا تمايا كانوا جوج بيوت، همايا بيت ما فيهش الباب عادي ماشي غير واحد التفريشه وش حاجه، وبيت في الباب هو بيت النعاس ديالها، في واحد ناموسية، في واحد صندوقة، في واحد الماريو صغير، في هاد الشيء فقط. القاو أمرات شي واحد كان ناعس وناض، وهذا هو بيت النعاس تاع لالا عيشة الله يرحمها. هاش كيعني هاد الشيء هذا؟ كيعني بأنه هاد القاتل ديالها جا عندها فيقها من النعاس، ناضت جات عندو حطات له العدس، عمرات لي أتاي ولا سخنات لي أتاي ولا معرفت شنو، وريحات معاه وناض قتلها. هادو هما التخمينات اللي داروا البوليس. مزيان قلبوا مزيان
كاين أمارات قلاب، سارقة وما سارقها. المهم هنايا انا هو ما عارفينش شنو كان عدا فلوس ذهب كذا كذا. المهم ما لقاو والو، صافي شي اللي بغيت نقول لكم. مزيان هنايا صافي هزو السيدة وداوها المستودع البلدي للأموات. هنا البوليس يعني الشرطة القضائية بدات كتحقق. المهم دارت واحد البحث محيطي، سولات مقدم باش يباشر تا هو معاهم الخدمة، والو ما توصلوا حتى شي حاجة. حتى واحد ما شاف شي حاجة او لا سمع شي حاجة او لا سمع بان السيدة كتستنجد في تالي الليل او شي حاجة. هنا البوليس الصراحة شكوا في هاد القضية، لانه بينما يكون استنجاد لوالو. علاش؟ لانه من امارات مصلحة الجريمة. كيف داير السيد راه كيعرفها مزيان، كيعرفها، كان مريح معاها وحاطها لي كاس د اتاي وحاطها لي العداس. السيد راه ما واكلش واقيلا فيه الجوع ولا شي حاجة، الله اعلم. هنا في هاد الاثناء هادي البوليس وهما كيحاولوا انهم يرفعوا السيد ويديوه للمستودع للاموات وكيقلبوا في مسرح الجريمة مزيان، كان الابن ديالها التحق بالدار بالام ديالو يعني خالد ولدها البحري. قال له انت بعدا في كتي؟ قال لهم انا سيدي انا يلا جاي. من جاي؟ من البحر. معاش دخلتي؟ دخلت البارح. معاش مع جوي السبعه، السبعه السبعه ونص بحال ما هكا دخلت، وما جيت لي حتى حتى الصباح. خرجت مع جوي ديك الساعه وثاني بحال ما كاك الساعه ونص، بعت الحوت ديالي. المهم راكم عارفين الوقيته السلبيه وداكشي كتعطل، ما جيت حتى العشر. هادشي اللي كاين يعني السيد ما كانش اصلا في الدار. خالد البحري ولدها طيب الحال كاع وطلع له الدم، تقلق بزاف شكون هذا اللي هجم على الوالد ديالي في الغياب ديالي وكذا كذا. المهم بقى في الحال بزاف. هنا البوليس غادي يبداو التحقيقات ديالهم. طيب الحال كيما قلنا هزو السيد وداو المستودع البلدي للاموات وشبعوا هذيك الدار، لانه مره غيحتاجوها وغيجيو يشوفوا شي حاجه اخرى ولا شي حاجه. مزيان هنايا غادي نتسناو تقرير الطبيب الشرعي اشنو غادي يقول، ونتسناو تقرير التشخيص القضائي اللي غادي يعطينا البصمات ويعطينا اي دليل الا كان. مزيان هنا غادي يبداو تحقيقات البوليس ديالهم. غادي يبداو مع هذيك العاليه. هنا العاليه قالت لي داكشي اللي قلنا حنايا، هذه خالتي يا سيدي. كنجي عاد مع جوي هذيك 9:30 بعد المره كنتعطلت 11، كنجي كنشوف احتياجات ديالها الخاصه، نسخر ليها نخمل ليها نشوف ليها طيب ليها، كنمشي في حالاتي. راه مرة تدور معايا واخا هي كانت واعرة يعني الطباع ديالها شوية واعرين، ولكن كنت كنتحملها بحكم انها خالتي وعايشة غير بوحدها وكذا، وانا نيت ما كنديرش شي حاجة، ما مزوجة ما خدامة ما كنقرا، اصلا كندوز الوقت ديالي غير بحال ما هكا. هادشي اللي كاين. قالوا لها قلنا العالية هاد النهار هذا ما جيتي؟ قالت لي جيت مع جوي ديك 10 بحال ما هكاك 10 لارو، طقيت تعيت ما جاوبني حتى شي واحد. صافي طليت من الشراجم، بانت لي السيده مريحه، انا ما تحبش ميته، انا تحبها غير مريحه. ولكن تفاجئت، قلت السيده ما كتجاوبني ما والو، شي حاجه ماشي هذيك. المهم مشيت علمت الوالده، الوالده عيطات على خوتها يعني خوالي وخالاتي، جاو هما اللي فرقعوا الباب وطلعوا حتى لقاوها ميته ومشاو علموكم. هادشي اللي كاين. مزيان البارح يعني اخر مره جيتي عندها ماش خرجتي من الدار؟ خرجت سيدي الوقيته اللي موافق نخرج معاها، خرجت مع جوي هذيك 5:30 تقريبا، ما واصلش 6:00 5:30 خرجت. هذا هو التوقيت اللي خرجت فيه. مزيان خليتيها مزيانه، امور مزيانه، ما مخاصم مع حد ما والو. لا سيدي لا، خليتها مزيانه الحمد لله، ما فيها حتى شي حاجه، مريحه كدير الامور الشخصيه ديالها، انسانه عارفه اشنو كدير. يعني ما كان عندها حتى شي واحد، ما كان عندها حتى شي واحد، ما جا عندها حتى شي واحد، ما كان عندها شي واحد. وقلنا لا، انت بحكم انك كتجعده بزاف، وانت بحال قلتي كتشوفي شنو خاصها. شكون اللي كيجعده بزاف؟ يعني شكون المعارف ديالك كيجعده بزاف؟ واش نقول لكم سيدي، كيجيو عندها خوتها خواتاتها ولدها راه عايش معاها، كيجي عندها المختار. شكون المختار؟ والمختار طالق ديالها، طالق ديالها وباقي كيجي عندها، طلقها وباقي كيجي عندها، وباقي كيجي عندها مرة في الصراحة، كيجي عندها ملي مكيكونش ولدها، كيعرف ولدها بأنه راه مشى للبحر ولا خدام ولا شي حاجة، كيجي عندها. وراني سمعت مؤخرا بأنهم كيتفقوا أنهم يراجعوا لبعضياتهم، لا ربما المختار كان كيدور بهذيك ليلة عيشة باش ترجع ليه. هادشي غير أنا سمعتو وفهمتو، هادشي اللي كاين. مزيان دابا تحلات لينا واحد لابيست تاع داك المختار. المختار
مشات واحد الفرقة أمنية تلقى عليه القبض وتجيبو باش يحقو معاه مزيان. هنا عيطوا على ولدها، ولدها خالد. طبيعة الحال قبل ما يعيطوا على ولدها راه سولوا خوتها خواتاتها، عرفوا كاين مشاكل، ما مشاكل على ود الوارث، وبأنه راه المهم هذيك الأرض ما بغوهاش هاد لالة عايشة الله يرحمها، وهذاك خوها الكبير اللي باقي على قيد الحياة ولكن عيان، هما اللي ما كانوش باغيين تقسم، وكانوا مستفيدين من هذا الوضع، او لا هما محتاجينش فلوس يعني زايد ناقص عندهم، ولا اخرين باغي الفلوس، وكان كينشب بيناتهم نزاع، وكانوا مضرقين لهم يعني اوراق الملكيه، ولكن اوراق الملكيه نقول راه خوتها مثل هذوك اللي ما باغينش، او اللي باغين عفوا تقسم الارض وتفرق بما يرضي الله، نقول سيدي قتلوا داو اوراق الملكيه، ولكن اوراق الملكيه تاع الاراضي لقيناهم في الدار، لقيناهم في مسرح الجريمه، ما مسروقين ما والو. غريبة هاد القضية هادي، إلا كانو هما راه غادي يديو أوراق الملكية، أوراق الملكية لقيناهم في الدار أسيدي، يلا شنو نقولو في هاد القضية، لا ربما مشات شي فلوس، الله أعلم. رجعو لخالد ولدها، خالد ولدها قال لي ما سيدي أنا تقريبا عشت مع الوالدة، ولكن أنا كنعيش معظم الأوقات ديالي غير لتحتو هي الفوق، مرة مرة في كطلع معاها، مرة ناكل معاها، مرة نتغدى معاها، مرة ناكل غير راسي، مرة نجي وما تشوفنيش، مرة ما كتكونش هي في الدار، كنجي انا غير راسي نبقى فيها. هادشي اللي كاين في خدام تاع خدامة سيدي بحري في فلوكة ديال الوالد الله يرحمه، ملي مات خلى ليا الفلوكة، وانا كنت معلم هادشي ديال البحر، وهادشي اللي كنعرف ندير، وهادشي اللي كنخدم فيه وصافي، واخا داكشي ما جايبش همو، ولكن حمد الله هادشي اللي كاين مزيان. البارح ما دخلت للبحر، ودخلت سيدي مع جوي هذيك السبعه بحال ما هكاك، السبعه بحال ما هكا دخلت معش خرجتي، خرجت مع السرير الصباح. مزيان. هنا مشاو يشوفو في المرسى واش السيد دخل فعلا نيت، هنا يشافو سولو هذاك، المهم راه اللي كيدخل البحر ضروري كيسجل سميتو وكذا كذا، القاو مسجل. السيد دخل البحر، وعندو ما يثبت بانه داخل البحر، يعني السيد خارج اطار الشبهات، وخولها كلشي كنشكو هنايا مزيان، السيد عنده ما يفيد بالدليل وبالبرهان بأنه كان داخل البحر، يعني بوانتي بأنه دخل البحر. فجأة أثناء هذه كانوا خرجوا تقارير ديال الطبيب الشرعي وتقارير ديال التشخيص القضائي. التشخيص القضائي أولا قال لهم ما كاينش بصمات، البصمات والو، ما لقى حتى شي بصمة غريبة باستثناء ديال الضحية، مهم بصمات ما كاينينش. حاجة أخرى تقارير ديال الطبيب الشرعي شنو قال لهم، قال لهم السيدة هذه يعني مخنوقة كما توقعوا الشرطة العلمية، شي واحد خانق بقوة شي حبل، بينما الوفاة ديالها كانت تقريبا في زمن تقريبي ديال ما بين جوج ثلاثة، هذا هو الزمن التقريبي تاع الوفاة ديالها مزيان. دابا عرفنا الزمن التقريبي تاع الوفاة ديالها يعني التوقيت التقريبي، مشاو جابوا هذاك المختار الطليق ديالها، كما قلنا ولد خالد راه كان داخل البحر ما فيهشك. المهم مشاو جابوا داك الطالق ديالها المختار شنو قال لي، قال لي فعلا نشهد للعيشة هادي انا كنت مزوج بيها، ولكن ما طولش الزواج ديالنا تقريبا شي عام تفارقنا. علاش فارقتو؟ وسيدي هي كانت مرأة قوية بزاف، وكتبغي تسيطر وكتبغي تحكم وكتبغي، وانا ماشي هذاك الشيء، وزيدون الهضرة بزاف حقا تزوج المرأة كبر منك وتطعم فيها طامح في الأراضي ديولها وكذا كذا، صافي أنا شفت تعيس وطلقتها، وهي نيت ما كانش كتصرف معايا مزيان بصراحة، المهم كانت كيما قلنا كانت مرة مسيطرة، طلقنا، ومن ورا ما طلقتو، كيفاش بقات علاقتو؟ بقيتي كجعدة؟ بقى كدور في عينيه، قال لي بقيت كنجعدة مرة، بقات علاقتنا مزيانة، ما نكذبش ليكم، علاقتنا جيت طيبة وخا طلقتها مزيان، كنتي كجعدة مرة في الغياب تاع الإبن ديالها. هي سيدي كان جعدة مرة، وفي هاد الأشهر الأخيرة كنت حاولت ترجعوا العلاقة، كنت باغي تزوج بها عاوتاني، بقى كيشوف فيهم قال لهم بصراحة كنت باغي نعاون نزوج بها وكذا، انت عارف التوقيت تاع ولدها امتى كيمشي امتى كيجي؟ قال لهم عارفو خدام بحري. اي سيدي عارفو خدام بحري، قول لينا امتى كتجي عندها، ملي كيكون ولدها ولا ملي كيكون في البحر؟ ملي يكون في البحر، وعلاش بالضبط ملي كيكون في البحر؟ علاش ما كنتش عندها ملي كيكون هو كاين ياك تناول معقول وكنتي الزوج ديالها وكذا كذا؟ وشنو كيقول هو في هذا الشيء؟ هذا هو سيدي، المهم الشهاده ديال الحق،
هو ما عمرو قالش حاجه، انا اتزوج بيها ما عمرو قاليش حاجه، او الخاصم العمو ولا شي حاجه ما نكذبوش. وانا كنت كنجي عند الام ديالو ملي بغينا نرجعوا العلاقه، غير على ود الاحراج وصافي، غير باش هو ما يوقعش في احراج، غير باش تفهموا واحد القضيه. العائشه هذه راه كانت امراه مزيانه، امراه صالحه، السيد راه كان كيجي عليها كانوا كيهضروا بالمعقول، يهضروا يعني العلاقه ديالهم رجعوا ما رجعوش كذا، شي امور كان كيتكلفوا بها باش هاد القصه تبقى مزيانه ومحترمه، لان العائشه كانت امراه صالحه على ما جا في المحاضر تاع الشرطه القضائيه. مزيان هنايا اش نقولوا، هنايا فين كنا وقفنا اسيدي. هاد المختار اللي ملي كنجي عندها وكنهضر معاها ونجمع معاها كانت تكلفني بشي حوايج كنديرهم ليها نسخر ليها، المهم امورنا مزيانه وعلاقتنا مزيانه، غير حنا فكرنا نعاودو نتزوجو. هادشي اللي كاين توقيت ديال الجريمه في كوتي، يعني ما بين جوج ثلاثة في كوتي. هاد النهار هادي اللي قلتو لي سيدي، انا كنت عند الاخت ديالي، اختي مزوجه، مشيت عندها في واحد الزياره وشدني راجلها قال لي ودي غتبات معانا. ايوا قلت تمايا شي اللي كاين، حتى الصباح تقدروا تسولوها. مشاو هنايا البوليس عند الاخت ديال المختار، العائله ديال المختار كما قلنا عائله فقيره، هو مفحالوش، هو راجل كيمتلك غير راسو والصحه ديالو صافي، ما عندوش حتى شي حاجه، ما عليناش. مشاو عند الاخت ديالو سولوها واش نهار فلان فلاني اللي هو نفسه نهار وقوع الجريمه واش بات عندك خوك. قالت لي اسيدي جا تعشى معنا وشدو الزوج ديالي بانه يبات معنا في الدار، لانه كان الوقت تعطل وما كاين فين يمشي، يعني مشى الحال. ايوا بات حتى الصباح ومشى الحال، حتى شي اللي كاين. ايوا اختو وراجلها كياكدوا بانه هاد المختار هذا الطالق تاع العيش الله يرحمها راه كان بيت عندهم، يعني ماشي هو. ايوا كيفاش هاد القضيه هادي؟ هنا البوليس غادي يرجعوا عند العالية ويقول لي شوفي عافاك لاله العالية، الا ما تعاوني معنا حاولي تفكر اي حاجه، حاولي شي حاجه كانت كدير للعيشه، حاولي اي حاجه، اي اشاره، اي شي حاجه بانت لك ماشي اللي يقولها لينا وحنا غادي نبنيو عليها. بعد كتفكر هاد العاليه هادي كتفكر شنو قالت ليهم. قالت لي ما نتوما سيدي لقيتوها بلا زيف، وراه واحد القضيه بغيت نقولها لكم. هاد المراه خالتي الله يرحمها لاله عائشه ما كانش كتحيد الزيف ديالها، ايا كان اي واحد، مهم شافتو يعني دق عليها وخرجات ليه خوتها، اي واحد ضيف جا عندها راجل ضروري كدير الزيف ديالها ضروري، قبل ما تخرج وتشوف اي واحد كتستقبلو في الدار كدير الزيف ديالها وكتخرج شعرها ما كيبقاش عريان، الا جوج ولدها والمختار الطالق ديالها، هادو الوحيدين اللي كانت كتعري شعرها عادي قدام، لان الاخر كان راجلها وهذاك راه ولدها. مزيان هاد جوج فقط خوتها وكدير الزيف قدام. مزيان هادي انديس باش غتنفع البوليس، ها هو ولدها لقيناه عنده الدليل انه كان في البحر، الطالق ديالها عنده الدليل بانه بات في الدار ديال الاخت ديالو هي وراجلها. ايوا شكون باش تنفع هاد الاشاره هادي. مزيان المهم هذاك الضابط ديال الشرطه القضائيه اللي كان شاد الملف هذا يعني احتار في هذه القضيه بصراحه، ما فهم حتى حاجه، كيرجع مره لمسرح الجريمه كيقلب كيعاين كيسول ديك العاليه قالت لي الاشاره، الاشاره باش تفيدو، ولكن هو غتفيدو بطريقه معينه. اشنو دار؟ جا العزو ديال لاله عائشه الله يرحمها، لان صافي سلموها المحكمه، سلمات العائله ديالها ودفنوها وداروا مراسم العزاء. جا العزو تا هويا ورايح كيجمع مع خوتها، يجمع مع هنا، يجمع هنا، يجمع هنا، كيشوف وكيلاحظ ويبان لي ولدها ويمشي عندو. ولدها غير مرياح كما قلنا، بحال كان شويه مشات ليه هادي الحضرة اللي كانت كدور تمايا، بأن ولدها عندو تأخر عقلي. مزيان مشى عندو، طيح في الطابلة اللي غادي ياكلو فيها وكلا معاه وجمع معاه ودا وجاب معاه في الحضرة. اليوم موالي استدعى خالد ولدها، استدعاه البيرو عندو وجا قال لي قول لي يا خالد هذاك النهار فاش قتلت الوالد ديالك في كنتي؟ وقال لي وانا قلت لكم الشيف راه كنت في البحر خدام على راسي. مزيان خدام على راسي، المهم هادشي هذا كتربح فيه شويه. بعدا قال لي هاد الصيد هذا، قال لي اش نقول لكم الشيف،
غير البركه وصافي، ماشي شي حاجه. كاين الصياده بزاف والحوت، واخا تجيبو شحال كتبيعو كاع. المهم بقى كيشكي لي تما مزيان، قالوا لي قول لنا هذاك النهار شنو جبتي، شنو انواع الحوت اللي جبتي. وقال لي جبت قده وقده وجبت قده وقده، المهم واحد الماركه ولا جوج صافي فقط، المهم شي حاجه على قد الحال. راكم عارفين الفليك راه مزيان. هنا قالوا لي قول لنا مع اش دخلتي. وقال لي مع جوي هذيك الساعة بحال هكاك ستة وشي حاجة دخلت المرسى. مزيان لما كتبيع الحوت وكان بيعو الليل صحاب الجملة كيشريو من عندي وكيعاودو فيه البيع، شكل كاين وشي راه معروف. مزيان مزيان قولي لنا هداك النهار لما بعتي الحوت ديالك، ها لما بعتي الحوت ديالك هداك النهار. وبعتو لفلان وفلان وفلان، المهم واحد جوج ناس لو ثلاثة بحال ما هكاك. مزيان مزيان صافي كون هاني سير الله يسخر، حنا الا لقينا شي حاجه حنا غادي نعلموك. صافي مشى في حالته هو داك الضابط شنو داير، مشى للمرسى سول دوك الناس، هادوك الناس مولين الجمله دو الحوت، سولهم واش نهار فين فلاني جا خالد. خالد راه معروف باع ليكم، باع ليكم الحوت، باع ليك قدا وقدا وباع ليك النوع كذا كذا. حيت هادوك الناس اللي قال خالد بانه باع ليهم قالوا لي سودي لا ما بيع لينا ما والو. داك النهار اصلا هو ما دخلش البحر وما جاب شي حاجه، ما يمكنش كيفاش هو عنده ما يثبت بانه راه دخل البحر. ان بوينتي العلم عند الله سيدي، قال هذا السيد وقال الاخر وقال الاخر بانه اصلا هو ما جابش الحوت هذاك النهار وما باع لهم حتى شي حاجه. مزيان هنا يا صافي دائره الشك ولات كتحوم على خالد. عيط على خالد ولكن هاد المره غادي يحقق معاه. مزيان قال لي قول لي انت بعدا هذاك النهار حنا مشينا سولنا في المرسى وهذوك التجار اللي قلت لينا بانك بعتي لهم الحوت راه ما بعتي لهم والو، ما جبتي والو. لا سيدي كذوب وكذا كذا، وهذوك بغا يغرقوني وما عنديش معاهم وكذا. ما عندكش معاهم علاش كتبيع لهم؟ لا سيدي لا، ملي ما عندكش معاهم علاش كتعامل معاهم؟ علاش كتبيع لهم الحوت؟ انت كذاب، قول لينا الصراحه اشنو درتي؟ انت اللي قتلتي امك، انت اللي قتلتي الوالد ديالك. هو علاش بنى هادشي هذا كامل هذاك الضابط تاع الشرطة؟ كما قلنا هو خدا واحد الهنديس من عند عتيقة أو لا العالية عفوا، ومشى مرة مرة كيمشي لهداك المسرح الجريمة وكيشوفو كعين، ومشى للعزو وشافو وريح معاه وهو كياكل. أشنو شاف؟ شاف في مسرح الجريمة كما قلنا واحد طبسيل تاع العدس ومعلقة منزلة حدا كاس تاع أتاي عامر. كيفاش منزلة؟ بحال شي واحد، نعطيكم الوضعية كيفاش منزلة، بحال شي واحد كان كياكل شرب في أتاي وكياكل بالمعلقه. نورمالمون غادي يحط الكاس او المعلقه اتجاه اليد اللي كياكل بها. هو هذا السيد حتى المعاينه ديالو هذاك الضابط كان قوشي كان شملي، حاط بريت تاعتي او هذاك الكاس تاعتي حاطو واون فاس معاه المعلقه يعني في اتجاه ديال الكاس، بينما العكس ديال هذيك لاله عائشه كانت حاطة الكاس في اتجاه اليمن يعني كانت كتاكل باليمن. هكذا هو في الصحة. وحاجة أخرى هذيك العالية قالت اليوم بأن جوج ناس هما اللي كتحيد الزيف قدامهم المرأة لالا عائشة ولدها والطالق ديالها هذاك المختار. مزيان الطالق ديالها كيشهد راجل ختو وختو بأنهم صادفوا هذيك الليلة وراه بات معاهم في الدار. مزيان هو ملي مشى للعزو اشنو لاحظ؟ ريح مع خالد وشاف هذاك العريق وشاف كلشي، ريح مع خالد وكلاو مع بعضياتهم، وشاف هذاك خالد كياكل بالشمال شمالي يعني قوش كيستعمل اليد اليسريه ديالو. هنايا فاش عاود عيط ليه اليوم موالي وقال ليه اشنو جبتي اش من حوت ولا من بعتي وكذا كذا، وباش زاد تاكد مشى للمرسى وعرف بانه اصلا هذاك النهار ما جاب لا حوت لا والو وما باع حتى شي واحد، وبالتالي هو اللي غادي يكون قتل مو. صافي هنايا زيرو مزيان، قال لي قول لي الصراحه علاش قتلتيها وكيفاش قتلتيها. لان السيد كلشي كان كيقول بانه السيد مختل شويه يعني يقدر يديرها، ولكن الضابط ملي كان كيهضر مع السيد ما مختل ما والو، السيد بعقله كيعرف شنو كيدير. هنايا صافي ملي ضغط عليه بهاد المعطيات كامله وقال لي راه انت مول الفعله ما فيها حتى شي واحد، غير قول لنا اشنو كاين بالضبط، ما غتخرجش من هنا الا ما عرفتي. هنا بقى كيدور في عيني خالد وهو يعرف اشنو قال لهم.
قال لي الوالد الله يرحمه كان عنده الفلوس، كان عنده المتاع، عنده ديك الارض مع خوتها ومع عائلتها، مبغاش تقسم ومكرفسه علينا، وانا كندخل لهاد البحر هذا ما كنجيب منه حتى شي ريال والو. قال الله كنجيب قيمة ماكلتي وشرابي ولبسي وكذا، واش مشي للحمام ما جايبش حمو. وزيدو انا وصلت واحد لاج معين وخاصني نتزوج، وطلبتها قلت ليها اعطيني عاونيني باش نتزوج ونكون انا راجل وتاني بحالي بحال الناس، او اعطيني ندير شي مشروع شي درا مبقاش جايب حمو والو. السيده كتعطيني حتى شي حاجه وما عاقلاش عليا، يعني شفت تعييت وقررت انني بحكم انني الوالد الوحيد، وهو حسابه بحال ماكا بحكم انه هو الوالد الوحيد، تموت امه يستافد من كل شيء، يستافد من الدار كامله، ويقسم مع خواله هذاك الشيء، يعني يمشي يقسم معهم وياخذ النصيب ديالو ويمشي يتزوج هو هكذا قراه. اشنو دار؟ مشى دخل فعلا النيت وبوانتوه بانه دخل مع السبعه، ولكن هو راه مابقاش حتى الصباح، ضرب دوره في البحر ورجع خرج مع جوي هذيك الوحده بحال ما هكاك، حط الفلوكه ديالو شي بلاصه، هو راه ولد البحر وعارف فين يدير الشيء هذا. خرج وجع، جا للدار مع جوي هذيك جوج العروب بحال ما هكاك، جا دق وعيط على الام ديالو. ملي دق خرجت طلعت ليه، عرفاتو بانه ولدها، حطات حلات ليه طلعو، قال لها دير فيا الجوع كذا كذا، المهم راه ما كاين لا خدمه لا والو. رجعت صافي، مشات سخنات لي شويه العدس كانت دايره، جابت لي واحد اتاي وهي ريحات معاه، هو جابت لي الخبز والعدس كاس داتاي، وهي بقات كتشرب كاس داتاي ومجمع معاه. واحد اللحظه في الاعترافات تاع خالد، السيده دا الناس نسات بحكم انه فايقه في نص الليل وهي باقي غالبا الناس وكذا، صافي ده الناس. هو استغل الفرصة بأنه خاصو يقتلها هذه اللحظة المناسبة، جبد واحد الحبل من تحت منه دار مراها وخنقها، قتل مو خنقها حتى ماتت. إيوا مشى، هو هذاك الكاس ديال أتاي راه مشربش منه، باقي عامر مقربش ليه، كلا غير العدس الخبز، كيفكر كيفاش يصفيها الأم ديالو اللي حتى ده الناس وناض قتلها. حط المعلقة وناض يصفي على هنا، فاش المعلقة تحطات اتجاه الكاس لأنه كان شملي قوش، وهذه الملاحظة اللي عاينها الضابط ديال البوليس، وزيد تأكد منها ملي مشى لعزو وشافو كياكل بالشمال، وزيدو الإشارة ديال العالي اللي قالت لهم بأنه راه جوج ناس هما اللي كيتحيد الزيف قدامهم، هو ولدها وهاداك الطالق ديالها. ايوا زاد كمل باش تاكد ملي مشى للمرسى، قالوا لي بانه راه ما جاش اصلا داك النهار، ما جاب الحوت لا حتى شي حاجه. وروح زعن الله مولاه يبان يبان شويه. السيد هذا علاش قتل امه؟ قتل على الطمع. علاش؟ لان امه كيقول بانه راه ما بغاش تعطيه، ما بغاش تعاونه، باغي يتزوج، باغي يدير المستقبل ديالو، باغي يدير شي مشروع كذا كذا، وهي حابس عليه الموضوع الطمع وصافي. الطمع طاعون عملي العينين. هاد السيد هذا كان كلشي كيقول بانه مختل عقليا، ولكن المحكمه عرضته على الخبره الطبيه، تبين بانه سليم 100%، ما مختل ما حتى شي حاجه، كيعرف اشنو كيدير وعارف اصلا اي حاجه غيقدم عليها. تقدم المحاكمه وتحكم بالمؤبد. هنا كتسالي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.